صباح الفل على كل مشاهدينا وكل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. يلا بينا تعالوا معانا نروح على رحلة سعيدة. رحلتنا زي ما احنا متعودين فيها غنى وفيها حكي وفيها حواديت وفيها لعب واكيد وفيها فوازير وفيها كلام كتير بنتكلم مع بعض. اهم حاجة ان احنا نعرف نقضي وقت حلو مع بعض رغم اختلافاتنا. كلنا مختلفين، عندنا اهواء مختلفة، بنحب حاجات مختلفة، شخصياتنا مختلفة واعمارنا مختلفة. المهم ازاي نعرف نتواصل مع بعض ونقضي وقت حلو. يلا بينا على طول نرحب بزوارنا النهارده في رحلتنا ونشوف ونتعرف عليهم ونبتدي على طول بهذه الاسره. اهلا وسهلا، قولي لي اسمك ايه وعندك كام سنه؟ قولي يلا. ايمي. الحمد لله. اسمها ايمي، عندك كام سنه؟ ستة. الحمد لله. ماشي يا ايمي. اخو ايمي اسمه ايه؟ ادم. ماشي اوكي. ادم ازيك؟ كويس الحمد لله. عندك كام سنه؟ 8 ونص. 8 ونص؟ تبقى الاخ الكبير بقى. تاخد بالك بقى دايما من ايمي وكده. ماشي، هناخد بقى بالنا احنا، هنشوف النهارده هتعمل ايه معانا. ماما اسمي منى. ايوه. بشتغل ماما. ايوه طبعا. وساعات بشتغل كارير كوتش واتش ار كونسلتنت. اوه نايس، يعني واخده بالك بقى ومركزه في التربيه الحديثه. بنحاول. بنحاول طبعا، ربنا يعينك. طيب استاذ شريف الطحان. ايوه. كوميونيتي واوبريشنز دايركتور. حاجه مدعلظه كده. عملاء كتير. علاقات عملاء ومشاكل وكومبلينز رايحه جايه مع اب. تخيل. مع اب طبعا، ربنا يعينك يا رب. اوكي. اسره الاستاذ آسر. آسر، اهلا يا آسر، عندك كام سنه؟ 10 سنين. ماشي، قول لي بقى، طب ايه اكتر حاجه بتحبي تلعبها؟ الكوره. كوره. ماشي، هنشوف النهارده هنعمل ايه بقى. دي هوايه دي؟ ما دي هوايه. بتلعبها ولا بتتفرج عليها؟ بلعبها وبتفرج عليها. بتلعبها وبتتفرج عليها. ماشي اوكي. اختك اسمها ايتن. ايتن. ازيك يا ايتن؟ قولي لي، احكي لي عن نفسك كده، عرفيني عندك كام سنه وسنه كام. عندي 11 وداخله وانا في اولى اعدادي. اوكي ماشي. ماما رحاب. مفيش. ماما. ماما. انا ماما، انا رحاب وماما، ربنا يعينك يا رب. استاذ احمد علي. احمد علي. نائب رئيس قسم في كريدة الاهرام وكاتب روائي. اهلا وسهلا. اهلا زميل اعلامي. طيب جاهزين نلعب النهارده مع بعضينا؟ عارفين هنعمل ايه؟ هنعمل حاجات كتيره قوي، هنحكي حواديت وهنسمع حواديت وهنلعب مع بعض وهنطبخ وهنهيص خالص. بس الحقيقه يعني قبل ما نطلع رحلتنا احب ان انا اقول لكم شويه قواعد كده لازم تبقوا عارفينها من قبل ما نبتدي. اول حاجه عندنا ان احنا ما بنمسكش الموبايل بتاعنا خالص طول الرحله بتاعتنا. اوكي. تاني حاجه ان احنا لما بنلعب اي حاجه لو اتلخبطت بنرجع مكاننا الحاجات بتاعتنا. حد بيعمل كده في البيت؟ ايمي عملت بقى ايه، سافرت بقى. مفيش. بصي فين هنا بنرجع حاجتنا. اوكي موافقين؟ عشان ايه قبل ما نبتدي، الاول شرط اخره نور. ماشي اوكي. عندنا وسيلتين مساعده في فقره هتسالكم فيها شويه اسئله. عندكم فيها وسيلتين مساعده ان انتوا يا اما تغنوا يا اما تستدعوا ولي امر يساعدكم، وده يبقى استدعاء ولي امر حميد يعني لذيذ وحلو. اوكي. اهم حاجه خالص ان احنا ما بنلعبش مع بعض باي عنف ولا بنتخانق وما عندناش كسبان وخسران، احنا بنتبسط وبنلعب مع بعض وبنشوف ايه بس الحماس بياخدنا. اوكي. جاهزين نتعرف على بعض واشوف انتوا عارفين بعض قد ايه؟ سخن كده واحنا واقفين، بس انا عايزاكم تصحوا. جاهزين. الاسره دي نايمه. جاهزين. جاهزين. ايوه كده اصحوا لي. طيب ماشي، تعالوا نبتدي على طول بالاسره دي. قول لي ايمي بتحب ايه اكتر لون؟ البيربل. بيربل صح؟ الموف؟ ماشي سهله طيبه. قولي لي اسر ايه اكتر اكله بيحبها؟ الكشري. الكشري، برافو يا الصوره والله العظيم جدع. ماشي قولي لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ مش عارفه. هي ايه مين انت عارف؟ قول. مامته. مامته حبيبي. مامته ليه؟ تيتا يعني. ماشي اوكي. قول لي مين البست فريند بتاعه ايتن؟ في اتنين. اتنين اسمهم ايه؟ ايه؟ شادن وليالي. شادن وليالي صح؟ في حد تاني بابي؟ مريم. عشان ما تزعلش. ماشي اوكي. ايه اكتر حاجه هما بيتخانقوا عليها؟ لعبهم يعني. دي بتاعتي ودي بتاعتي وبتاعتي وبتاعتك وكده. وايه كمان؟ دي اكتر حاجه اللعب. اللعب فعلا دي اكتر حاجه بيتخانقوا عليها؟ وقالت لي وقال لي
وبص لي وبصيت. طب احنا هنحل المشاكل دي امتى يا ولاد؟ يعني هنفضل كده حياتنا بص لي وبصيت له وقال لي وقلت له؟ انت جيتي على الجرح. فجيت على الجرح، انا هغير الموضوع بسرعه. ايه اكتر حاجه بتخلي ياسر مختلف بين صحابه؟ سؤال لبابا وماما، بتميزه يعني. دمه خفيف. دمه خفيف، كوميديان انت، كوميديان الشله، عرفتك، اوكي. ايه اكتر حاجه بتميز ايمي ما بين صحابها؟ اكتر حاجه بتميز ايمي بتبان ليدرشيب. ليدرشيب. وادم؟ ادم تمثيل. بتمثل يا دودو؟ بتقعد تمثل ايه بقى، تيك توك ولا بتعمل ايه؟ بعمل تيك توك، بس عملت تيك توك. تقعد تعمل تيك توك كده على طول وتقعد تعمل حاجات كده، ماشي اوكي. ايه اكتر حاجه يا ايتن بتضايق اخوكي؟ ان حد يقعد يرزل عليه او يضايقه يعني، فبيتنرفز منه، او ان هو يخسر في الكوره، او ان هو يخسر في الكوره. ده تخليه بقى يتحول وكده. حاجات كتيره قوي احنا يعني واضح ان كفايه كده تعارف، حاجات كتيره قوي نتعرف عليها اكتر اكيد من خلال رحلتنا. بس تعالوا على طول نبدا بقى اول حاجه واول تشالنج معانا النهارده، الاسئله، فقره الاسئله. عايزه افكركم ان انتوا عندكم وسيلتين مساعده لو ما عرفتوش تجاوبوا على سؤال، اوكي. الاسئله عندنا متقسمه ثلاث مراحل، مرحله انا مين او انا ايه، دي الاسر كلها بتشارك فيها الاسرع يعني، والاختيارات ما بين القوسين دول انتوا بس وعندكم وسائل مساعده، وكمان صح وغلط دول انتوا بس وعندكم وسائل مساعده. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي على طول بانا مين او انا ايه، اوكي؟ يلا بينا نقول. خط الطول الرئيسي بيقسم الكره الارضيه لنصفين متساويين احدهما في الشرق والاخر في الغرب ودرجه صفر. خط الاستواء. خط ايه؟ الاستواء. خط الاستواء. خط جرينتش. برافو. غلط. ماشي، خط جرينتش. برافو. ايه الحلاوه دي؟ وايه اللي قالت كمان؟ مش كده، نركز بابا وماما. ماشي، سؤال للاسره دي. دوائر افقيه غير متساويه الحجم ترسم حول مجسم الكره وتصغر كلما اتجهنا شمالا وجنوبا. دوائر العرض. ايه ده، ايه الشطاره دي؟ والله عايزه اسقف لك قوي. ايه ده؟ ده احنا مقطعين دراسات. برافو. ايوه برافو، جدا جدا. ماشي، سؤال للاسره دي. عمليه بتحدث داخل اوراق النبات لتصنيع غذائه. سهله. سهله. اخدتها في ابتدائي انا فاكر. ايوه اخدتها في خمسه ابتدائي في العلوم. ايه اسمها ايه؟ ايه؟ باللوجيك. طيب الغذاء. ايوه الايه؟ البناء. البناء الضوئي. ايه بالظبط كده؟ البناء الضوئي. ماشي الله. ماشي اوكي. اسرة آسر هي اي شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. علوم. احنا كنا شاطرين في الدراسات، اخبار العلوم ايه؟ ده ايه ده الحجم ده ولا ايه؟ الايه؟ الحجم يعني؟ لا الكتلة؟ الايه؟ لا الكثافة. قربنا يعني. انا عارفه الفوليوم يعني، الكثافه. اي شيء له كتله ويشغل حيز من الفراغ. ايه؟ عارفاها. خمسه. عارفاها. اربعه. ثلاثه. اثنين. الماتيريال، الماده نفسها. ماشي، بس شطاره، عرفنا ان احنا شاطرين هنا في الدراسات وفي ايه، محتاجين نذاكر علوم اكتر. السؤال هنا، ممثل قام بدور الروبوت لذيذ في مسلسل في بيتنا روبوت، قولوا انتوا. ها؟ ها؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل لذيذ؟ استاذ لذيذ؟ يوسف. يوسف اسمه ايه؟ اسمه ايه في الحقيقة؟ نقول احنا؟ قولوا انتوا. عمرو وهب. برافو، ماشي. هنا. تيمون وبومبا وهاكونا ماتاتا. مين الممثل المصري اللي قام بدبلجة شخصية تيمون؟ محمد هنيدي. برافو. ايه ده، ده انت شطوره قوي والله العظيم. لا حاجه لطيفه جدا 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 جدا، وعرفنا ان انتم مذاكرين وشطار جدا في المعلومات العامه. تعالوا بقى على طول نشوف اخبار الحركه ايه. مهمه، انت ما صحيتيش، هصحيكي. تعالي تعالي. زي ما انتم شايفين كده البول الحلو بتاعنا ده فيه كور كتيره قوي، الوان كتيره قوي. في بقى كوره كبيره لونها ازرق وكرة هاند بول، كرة يد، اوكي؟ جوه البيسين ده. هقول 1 2 3 هتنطوا، اللي هيجيب الكرة الأول هو اللي هيبقى كسب. جاهزين؟ اوكي؟ اوكي؟ هنشوف مين هيجيبها أسرع. هل أنتوا بقى جاهزين تشجعوا؟ يس يس يس. أهلك صحي وأنتِ صحيتي؟ يلا إيمي هنجيب الكرة. اصحي بقى يا إيمي، يلا 1 2 3. إيمي نطت وصحيت، صحتها لكم. يلا يا إيمي. يلا يا آسر. أيوه يا إيمي. يلا. هل ايمي ولا ياسر؟
ايمي ولا آسر؟ ايه ده فين التشجيع؟ يلا يا آسر. فين ده؟ ايمي آسر ايمي. يلا آسر حصل حادثة بسيطة جدا، نخش نغوص في الأعماق وندور على الكورة، يا ترى مين هيجيب الكورة الأول؟ ايمي راحت فين؟ يلا ايمي راحت فين اهي؟ مش باينة من جوه. يلا 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 دوري تاني في حتة تانية يا ايمي، دوري في حتة. ايه ده؟ ايمي جابتها، دي طلعت صاحية يا جماعة وبتضحك علينا. ايمي طلعت صاحية وفايقة وهي اللي جابتها. برافو 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 برافو. تعالي يا أستاذة، شطورة جدا. اوكي جازين، صحيتي بقى وجبتي الكوره، جاهزه ولا مش جاهزه؟ جاهزه. ايوه كده ماشي. اوكي خلينا نقول السؤال هنا، سؤال سهل ده. تناول طعام غير متنوع يعتبر عاده صحيه؟ ايه؟ تناول طعام غير متنوع يعتبر عاده صحيه، صح ولا غلط؟ غلط. غلط صح. ايه ده دلوقتي؟ ماشي يس. سؤال سهل ده قوي. ممارسة الرياضة بانتظام عادة صحية؟ صحية. ايوه صحية طبعا. ماشي اوكي. محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2؟ انسي انسى ولا ايه؟ انسي خالص. هي صح ولا غلط؟ تاني الريكتانجل المستطيل، عارفه ده صح؟ لا والله استنوا يا جماعه، ممكن يفاجئكم، ممكن يفاجئنا والله. بصوا بس، محيط المستطيل الريكتانجل عارف صح؟ المحيط ده الطول، ماشي الطول، سوري الطول زائد العرض تايمز 2، صح ولا غلط؟ نو صح ولا غلط؟ غلط. انت اتنين غلط صح. هي صح. ما لسه 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 ماشي ماشي. مش هينساها بقى خلاص، عرفناها خلاص. ماشي انتوا بقى ركزوا. مساحة المربع طول الضلع في نفسه، صح ولا غلط؟ يعني ايه ضلع؟ ايه؟ يعني ايه ضلع؟ اللي هو هي عشان هي عشان حاجة بالفرنسي فهي فرنسي. مساحة المربع الضلع طول الضلع في نفسه، الضلع ايه؟ الضلع اه في نفسه، صح ولا غلط؟ صح. طول الضلع سكوير، ماشي مربع طول الضلع الطول في نفسه. باللوجيك كده. صح. ليه بقى صح؟ عشان هم أربعة، علشان عشان هم أربعة قد بعض. برافو جدا. ماشي اوكي ماشي. سؤال هنا، الجبال الشاهقة يعني ايه؟ هو ده بس سؤال. معنى شاهقة منخفضة، الجبال الشاهقة شاهقة يعني منخفضة؟ لا. ايه صح ولا غلط؟ غلط. غلط. يبقى شاهقه يعني ايه؟ عكس منخفضه صح؟ ماشي اوكي. السؤال هنا، يؤثر العرض والطلب على اسعار السلع والخدمات، صح ولا غلط؟ دراسات دي تاني يؤثر العرض والطلب على اسعار السلع والخدمات، صح ولا غلط؟ 5 4 لسه درس. ايه صح. برافو. طيب ماشي صح. برافو ماشي. طيب عندنا بقى مهمة تانية، كبار بقى التانيين ييجوا، اتفضلوا كده حبايبي الحلوين. تعالى يا حبيبي. انت الكبار. بصوا بقى حبايبي الحلوين، زي ما احنا شايفين كده عندنا ايه اقماع حلوة جدا، خلي دي معاكي كده. هربط لكل واحد رجله. اوكي روح اقف مكانك الأول عند الأصفر، روحي فيه اقفي عند الأحمر. هربط لكل واحد رجله اوكي، والمفروض ان في زي ما انتم شايفين كده طريق، يعني انت هتعدي ما بين القمعين دول، وبعدين تيجي تعدي ما بين القمعين دول، وبعدين دول، وبعدين دول، وانتوا رجليكوا مربوطه. هنشوف مين اللي هيعدي الاول اسرع، ولو وقع هيكمل من الاول. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستادي جو. برافو يا ادم. برافو برافو برافو. الاثنين مع بعض بالظبط، الاثنين مع بعض بالظبط. برافو. معلش زي ما انتوا انا هفك لكم ده بسرعه جدا. شطاره حلاوه طعامه لذيذه. جاهزين نخش على فقره الاختيارات؟
يس. لا ايه ده جاهزين؟ يس جاهزين. بعد كل ده ولسه برضو احنا انا شايف ان الابهات هم اللي النهارده فبس صاحيين. ايوه احنا عايزين نلعب بقى. ايوه طب هنلعب والله هنلعب. يلا نخش على طول. دي بقى اسئله سهله جدا. عارفين اغنيه كان في فراش صغنطاطه لبسه بلوزه منقطه؟ حد عارفها؟ طيب اللي بتغني الاغنيه دي نيلي ولا بوسي ولا شريهان؟ نيلي. مش على زمانه. نيلي؟ لا ما انا عارف. ولا بوسي في وسائل مساعده ولا شريهان؟ نيلي. نيلي صح؟ ايوه النبي قاعده كده وايه؟ ماشي. هنا سؤال تريكي جدا. عارفين بوجي وطمطم؟ كان على ايامنا احنا بوجي وطمطم. بوجي وطمطم كانوا يقربوا ايه لبعض؟ صديقها، اخوها، ابن عمها؟ ده انا نفسي. عندك وسائل مساعده؟ صديقها، ابن عمها؟ لا لا ايه طق دي يا ماما؟ في ايه؟ غلط غلط. مين بقى قولوا تعرفوا؟ أخوه. كان اخوها. بس هو كتريكيا ما نعرفش ازاي لغايه دلوقتي. انا مش عارفه ازاي برضه. معلش معلش عادي بقى خيال. ماشي. فخر العرب مو صلاح، محمد صلاح بيلعب حاليا في نادي ايه؟ ليفربول ولا مانشستر ولا ريال مدريد؟ ليفربول. ايوه يا راجل. برافو جدا جدا جدا. جنسيه الاسطوره دييجو مارادونا كانت ايه؟ ايطالي، برتغالي، ارجنتيني؟ يا بتاع الكوره يا بتاع كوره. مش هيعرف. تاني الاسم. تاني الاسم. مارادونا. مارادونا ايطالي ولا برتغالي ولا ارجنتيني؟ ارجنتيني. انت بتسال بابا. شفت خدت بالك. بس ماشي ماشي ماشي. بس برافو. هي ارجنتيني فعلا. شكل هندسي له ثلاث زوايا، كنت هرسمها، وثلاث اضلاع وثلاث رؤوس. مثلث ولا شبه منحرف ولا مربع؟ شكل هندسي العربي ليه ثلاث زوايا، ثلاثه اوكي، وثلاث اضلاع وثلاث رؤوس، ثلاثه بس. الثلاثه دول يعملوا مثلث ولا يعملوا شبه منحرف ولا يعملوا مربع؟ مثلث. مثلث. برافو. صح. ماشي اوكي. عشان ثلاثه يعني. ايوه صح. 1 2 3 بالظبط كده يعني تريانجل. ماشي. هنا شكل هندسي ليه ست زوايا وست اضلاع وست رؤوس. المستطيل، المستطيل ولا سداسي الاضلاع؟ سداسي. ايوه صح. ما كملش يعني. ماشي ميك سنس يعني. ست سداسي. طيب ماشي. احنا خلصنا الاسئله بتاعتنا وعرفنا ان انتوا شاطرين جدا جدا وما استخدمتوش كمان وسائل المساعده، ودي حاجه ظريفه جدا. ولكن اللي جاي بقى هنشوف كل العيله هتعمل ايه في تحدي التوازن. يلا بينا. يلا. جينا بقى لأكتر الفقرات اللذيذة جدا جدا جدا، وبحب أتفرج بقى عليهم كده وهم ضحايا. ببقى شديدة قوي في الفقرة دي بس ببسط بيها وأنتوا بتتبسطوا وهم كمان بيتبسطوا. جاهزين بقى للتوازن؟ جاهزين. هل أنتوا متوازنين؟ هنشوف بقى. طب نبتدي من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ الصغير. طب يلا من الصغير للكبير. اتفضلي بقى بعد ما قلتي من الصغير للكبير. أيوه يلا اتفضلي. برافو عليكي. يلا يلا يلا. Ready, steady, and go يا هايتن. هتوقع الكورة. وقعت الكورة. ارجعي يا هايتن. مش ممكن يا هايتن. خش على اللي بعده. يلا يا أسطور. سلام على الحماس. يلا. الكورة هتقع برضه شكلها عادي جدا. لا يلا يا ياسر. يلا يا ياسر. يلا يا ياسر. عاش. برافو والله. برافو والله. يا نهار أبيض يا حياتي. كله على بعضه. يلا يا ماما. تركيز. موعكش. تركيز. لا ليه ليه؟ عادي عادي زي توضيب الشقة. كده تواضع. ده تواضع. يلا انت الامل اصلا. انت الامل. هما الاثنين وقعوا. يلا يا ماما. يلا يا ماما خلي اسرتك تكسب. انت الام. ضحي يا ماما وارفعي الكره لفوق شويه. ايوه ايه ده والله. برافو شاطره.
شاطره. ها لا مش ممكن شجعوا ماما. والله العظيم مش قلت لك السمات الانفعالي. ارفعي الكوره ماما. هتقعي يا ماما. ارفعي الكوره. برافو يا ماما. لا 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 برافو والله برافو. روحتي فين؟ بابا هو الامل الوحيد في الاسره دي. تعالى يا بابا قوم ماما وخش بدلها. يلا عايزين ايه؟ التأني ده ايه؟ التأني ده اخره كله بيقع. طب ما انا ممكن امسك. طب يلا يلا يلا. دي 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 دي, دي, دي سهله. يلا بص لفوق. بص لفوق. حط حط ايه ده؟ حط معاك ايه ده؟ انت بتضحك عليا يا بابا يا بابا. يلا يا بابا يلا يا بابا. ايه ده يا بابا ده؟ طب والله برافو بابا شاطر. طب ما تشجعه بابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا انت الامل الوحيد قلنا. والله برافو. ايه ده برافو. تعالى 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 هترجع تاني. لا والله. اه والله العظيم ثلاثه. اه والله بس شطاره حلاوه طعام. عجبتني عجبتني. يلا شفت 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 الموضوع سهل ازاي. بابا هو الامل الوحيد. ان شاء الله يكمل الاخر باذن الله. يكمل الاخر. هيكمل الاخر. هيكمل الاخر. كمل الاخر. وقعت على الاخر مش مهم. ماشي عندنا الاب في الاسره دي واللي نجح. يلا يا ايمي. يلا ايمي ايمي ايمي. مش هديكي كوره يا ايمي في بقك. مش هديكي كوره في بقك. ومعلش احنا كلنا شايفين ايمي قد ايه. معلش يعني اكسبشن بقى واضح وصريح. والنبي عدي بس يا ايمي من غير ما تقعي. هاتي 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 ايه دي يا ايمي؟ روبي يا ايمي. ايه يا ايمي ده؟ يلا ايه الشطاره دي يا ايمي؟ برافو برافو. ايه الشطاره دي يا ايمي؟ برافو يا ايمي. ايه ده يا ايمي؟ ايمي مركزه قوي. ايوه شطوره قوي ولا ايه؟ ماشي برافو. ارجعي بقى يلا. ارجعي ارجعي بقى وانا هاخد كور اكتر بما انك شاطره كده. بصي تبصي لي ازاي. ارجعي تاني. بصي يلا يا ايمي برافو عليك. لا لا مالكيش دعوه. ايمي اي حياتي مركزه والله مركزه. برافو يا ايمي. برافو يا ايمي. بابا بيقول لك برافو يا ايمي. برافو. يلا يا استاذ انت هتاخد بقى المعلقه والكوره. معلش تكبير شويه. تشجيع بقى ولا ايه؟ يلا يا دودو. دومي دومي. لا 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 لا. يا حبيبي يا حبيبي انت كويس. تعال يا حبيبي تعال. معلش يلا يا بابا. الحمد لله على السلامه. يلا يا ماما. منى انت هاديه قوي شكلك جدا. طب يلا ده يدل على التوازن. يلا ايوه ان شاء الله اسالهم. حاضر هنعرف كلنا دلوقتي. يلا يا منى. يلا يلا يا منى. يلا يا منى. يلا يا منى. لا 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 لا. ايه منى ده؟ مش قلت برضو انا قلت ثبات انفعالي واضح. يلا ان شاء الله واضح. الله اكبر. منى شكلها هتكمل. أيوة. يا جماعه. لا 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 لا. أيوة. والله قلت انا. الله قلت ليا نظره. ايوه, أيوة. الله لا لا لا. والله شاطره جدا. ايه ده ايه ده؟ لا 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 يا منى. انتي كويسة. يلا يا شريف. يلا بابا نشجع بابا بقى. شجعوا بابا. يلا برافو. ايوه كورة. برافو. يلا يا شريف. شكلنا هنقع من الاول ولا ايه؟ ولا هنكمل؟ هل يا ترى هنكمل زي ما احمد كمل؟ بابا هنا زي بابا هنا. هل المسؤولية هتخليه؟ لا مش ممكن. لا مش ممكن يا جماعه. شطاره والله برافو. لا نسقف له نسقف له نسقف له جامد. ماشي. ها ها ها. ايوه داخلين اهو ان شاء الله جاي. لا 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 لا. والله برافو والله برافو برافو برافو. كده ايه الاب هين الحقيقه. وصلوا بسلام وامان. تعالوا بقى نشوف مين هيعمل ايه في البي ار على طول. يلا برافو والله. جينا بقى لفقرة الفي ار وانا عارفه ان دي من الفقرات المفضله عند كتير جدا جدا من الولاد والبنات. لعبت قبل كده في ار يا ايتن؟
يعني انت عارفه هتعملي ايه. طب واحنا جاهزين نشجع ايتن. طب يلا بينا نقول على طول ريدي ستادي جو. يا ايتن عارفه؟ لا عارفه ايتن عارفه. طب ايه اهخبطك ولا اسيبك مركزه؟ لا 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 اهخبطك صح؟ يا ايه ده؟ ده انت رقيقه قوي يا ايتن. ايه لها ايه يا اخواتي البنات الرقيقه دي؟ شفتوا بتتفادى ال يا سلام والنبي شطاره حلاوه فايتر يا اخواتي. ايه بتعزف ايتن؟ بتعزف اكسليفون. طب لخبطك؟ طب 2 في 2 بكام؟ ب4. والله برافو مركزه شاطره. لا 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 الله لا لا الله على الهدوء. الله هادي قوي يا ايتن. طب انت عاده بتلعبي في ار فين؟ في البيت؟ انا بسافر. اما بتسافري؟ اوكي. وبتبقي مركزه كده برضو حتى لو حد قعد يلخبطك زي ما انا بعمل دلوقتي؟ يعني اوكي ماشي. طب لا ايه ده؟ شكلنا هنكسب ولا ايه؟ مش ممكن، ما شاء الله ثبات انفعالي عجيب. طب انت عامة بتحبي تلعبي ايه بقى في الـ VR؟ بحب الـ VR. دي برضه حلوة. وايه كمان؟ عشان كده حريفة، بنت واضح فاهمة، عارفة هي بتعمل ايه، خطة ثابتة. لا 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 يا ولد مش ممكن يا جماعة الشطارة. برافو يا ايتن، جدا 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 جدا. نشوف بقى اللي بعده هيعمل ايه. تعالى يا استاذ دودو. يلا جاهزين؟ يلا يا ايت دوس. بيدوس بجد؟ ما هو برضه بيدوس بجد اهو كده. دوس بلاي اهي. يلا حسب. لا 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 ايوه يا دود، ايوه يا دود اهي. برافو برافو حسب. ما ينفعش تخبط فيك دي، ما ينفعش دي تخبط فيك. حاسب البلوكس دي ما ينفعش تخبط فيك يا دود. ايه ده؟ ما هو اقصر من معلش دومي. معلش يا دومي. معلش دومي خسر بسرعه علشان ما كانش عارف يلحق ان هو ينزل من البلوكس، بس يعني هنشوف اكيد هيعوض في الحاجات اللي جايه. تعالوا دلوقتي نريح من اللعب ونروح نسمع حدوته ونرجع نكمل كلامنا تاني. أهلاً بأصحابنا في رحلتنا السعيدة وبأصحابي اللي معايا النهاردة. والنهاردة يا أصحابي هنحكي قصة بنت اسمها هيفاء. قصتنا اسمها هيفاء ملكة الأزياء. إيه بقى حكاية هيفاء؟ مين فيكم عنده فيسبوك أو عامل صفحة على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على الوسائل المختلفة دي؟ أنا. طيب الصفحة دي بنعرف كويس نستخدمها صح؟ يعني نعرف إيه الصور اللي ممكن ننزلها، نعرف إيه الحاجات اللي ممكن نقولها، الحاجات اللي ما يصحش نقولها؟ طيب تعالوا نشوف هيفاء عملت ايه. هيفاء بقى كان عندها صفحات كتير جدا على السوشيال ميديا او وسائل التواصل، وكانت عامله صفحه لنفسها اسمها هيفاء ملكه الازياء. كل يوم هيفاء تلبس لبس شيك قوي وتلبس كده اكسسوارات وحلقان وتغير لون شعرها وتقف كده ماسكه شنطه حلوه وتتصور، وكل البنات نفسهم يبقوا زي هيفاء. صفحتها عندها بقى ايه فولوورز، يعني متابعين كتير، وكتير بيعملوا لها شير يشاركوا الصور بتاعتها، وهي عايشه بقى مبسوطه جدا انها بقت نجمه وكل الناس بتاخد صورها، وكل البنات بقى اول ما تنزل صوره بسرعه تعمل لايكات اعجابات مش عارف ايه، وعايشه الحاله دي وفرحانه بيها جدا جدا. لما تعرفوا ان هيفاء اللي كل الناس بتاخد صورها دي وكل يوم تتصور وراها برج ايفل في فرنسا، أو ساعة بيج بن في لندن، أو تقف قدام الأهرامات وأبو الهول عندنا في مصر كده وتستعرض آثار مصر الجميلة، والأجانب حتى اللي بيتابعوها يفتكروا بقى إن هي يعني طول النهار بتتفسح وتروح هنا وهنا. لما تعرفوا إن هي مش دي شخصيتها الحقيقية خالص خالص خالص. هيفاء بنت بسيطة جدا، والدتها مامتها بتشتغل عاملة في محل ملابس، بتروح بالليل تنظف المحل. تصوروا؟ تعمل ايه هيفاء بقى؟ تروح مع مامتها وتختار اشيك فستان موجود، واشيك حلق، واشيك عود، واشيك شنطه تلبسهم، وتخش
البروفا او المكان اللي احنا بنقيس فيه الملابس في المحل، تروح لابسه ده ومتصوره وتروح البيت، تروح الصوره دي واخداها عامله بقى شويه اضافات على شكلها هي ومنزلاها، تصوروا. هل ده صح؟ لا مش صح. هل ده صح؟ لا. وكل الناس فاكره ان ده لبسها، هل ده لبسها الحقيقي؟ لا. هل صح ان احنا نخدع الناس بالشكل ده؟ لا. الغريب بقى ان هي مع الوقت يا اصحابي صدقت ان دي شخصيتها الحقيقيه. فضلت هيفاء عايشه في الحاله دي، وكل يوم تقول انا رحت فرنسا، انا رحت المانيا، انا كنت في ايطاليا، انا النهارده جبت الشنطه دي منين؟ ويسالوها بقى، يسالوها جبتي دي منين يا هيفاء؟ تقول لهم ده انا كنت بقى في سويسرا. صدقت خلاص انها كده. هل تفتكروا ان ده ممكن يستمر وقت طويل الحاله اللي هي عايشه فيها دي، ولا هيجي هيجي يوم تتكشف؟ اكيد لا، يوم تتكشف. هيجي يوم تتكشف. ايه اللي حصل بقى؟ في يوم من الايام مامت هيفاء تعبت عيد، وهي كل يوم بتروح تنظف المحل. طيب هي لو غابت في اليوم ده ممكن الفلوس اللي بتاخدها هتاخدها برضو لو ما راحتش الشغل؟ لا. لا مش هتاخدها. اكيد لا. فقالت لهيفاء دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، انا عيانه ومش هقدر انزل، والمشوار للمحل بتاع الملابس اللي انا بشتغل فيه بعيد جدا، فكده مش يعني هيخصموا مني المبلغ اللي انا كنت باخده في اليوم. سكتت هيفاء وقالت لها ايه، مفيش مشكله انا اروح بدالك يا ماما. ليه بقى هيفاء قالت كده تفتكروا؟ عشان ليه؟ ايه عشان تعمل ايه؟ عشان تصور، تاخد فساتين وتتصور. بالظبط كده. راحت هيفاء وكانت مبسوطه قوي، لان لما كانت بتروح مع مامتها كانت بتقعد وقت قصير وتمشي، لكن المره دي بقى هي رايحه ايه لوحدها، هتقعد بقى ايه براحتها. من كتر ما هي مستعجله ما خدتش بالها ان لسه في ناس في المحل ما مشيوش. بدات شويه تنظف بس، وهي بتنظف عينها على ايه، على الفساتين اللي موجوده في المحل. وهي بتنظف مش واخده بالها يا اصحابي، كان في بنت من اللي بيتابعوها على الفيسبوك واقفه بتقيس فستان، جايه طالعه لقيت هيفاء بتنظف. قالت ايه ده، معقوله دي شبه هيفاء اللي انا بشوفها على الفيسبوك؟ بس لا مش ممكن تكون هي، صح ولا غلط؟ انت لو شفتي ده هتصدقي ان هي البنت دي؟ لا اكيد. حتى لو فيها شبه منها شويه هتقولي مش ممكن، مش ممكن اللي انا بشوفها شيك ولابسه وشكلها كده حلو قوي تكون هي اللي قاعده في الارض بتنظف. البنت بقت متردده، عارفين عملت ايه؟ راحت مصوراها واستنت، وقفت ما طلعتش بره المكان اللي هي بتقيس فيه. هيفاء قاعده بتنظف، بس تفتكروا هي مركزه في النظافه او في العمل اللي هي المفروض بقى فعلا تعمله؟ لا. عينها على ايه؟ بص على ايه؟ فستان. بص على الفساتين وقالت الله ده في فستان جميل قوي جابوه النهارده، الله فستان حلو كله ورد 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 اهو، الله ورد لونه شيك قوي وجميل، يا سلام انا لو لبست الفستان ده ياه كل البنات هتبقى مبسوطه قوي من الفستان الجديد ده، بس انا عايزه انقيله كده حاجه تمشي معاه، الله وده كمان حلو قوي 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 قوي، يا سلام طقمه هيبقى شيك جدا، دلوقتي حالا هدخل اتصور بيه. خدت هيفاء الفستان وخدت العقد ده ودخلت، والبنت التانيه مراقباها من ورا الستاره تشوف هتعمل ايه. اول ما هيفاء دخلت وقست الفستان بدات تعمل ايه بقى؟ تصور نفسها. البنت اللي جنبها سمع صوت ايه؟ الموبايل. سمع صوت التصوير في الموبايل، فتأكدت انها هي، بس برضو لسه عايزه تتأكد اكتر. هيفاء طبعا مش واخده بالها ان في حد في المحل، هي قست الفستان وقست العقد الجميل ده وتصورت وعملت كذا صوره وراحت قلعاهم وحطاهم فين؟ في مكانه. وبسرعه بسرعه خلصت كده النظافه كده يعني مش قوي، وراحت مروحه بسرعه عشان تعمل ايه؟ تنزل الصورة على الفيسبوك. أول ما نزلت الصورة على الفيسبوك تفتكروا بقى مين اللي اتأكدت إن هي دي اللي شافتها في المحل؟ البنت اللي كانت في المحل قالت يبقى هي. الفستان ده خدته قدامي ودخلت قاسته، هي دي هيفاء، بس دي فرصتي. هيفاء مبسوطة بقى، نزلت الصورة ومستنية تشوف إيه بقى؟ إيه اللي هيحصل؟ يا سلام كل البنات الله إيه ده؟ ده فستان تحفة، وإيه الورد الشيك اللي فيه ده؟ مش ممكن الموديل، جبتيه منين يا هيفاء؟ ترد تقول إيه؟ مش فاكرة، أصل أنا سافرت بلاد كتير قوي، جايز أكون جبته من لندن، لا 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 ده مش من لندن، لا ده من إيطاليا، أيوه من إيطاليا،
طب والعقد؟ لا العقد بقى ده انا عاملاه، العقد ده انا طلبته، انا صممت العقد عشان يبقى لايق مع الفستان. فرحانه بقى وقاعده ترد بقى يا صحابي على الرسايل، وقاعده بقى ترد، وفجاه وصلت رساله خلت هيفاء مش عارفه تتكلم. وصلت رساله، بتفتح الرساله لقت ايه؟ لقت صورتها وهي بتعمل ايه؟ بتنضف. وهي بتنضف. قالت ايه ده؟ البنت بتقول لها دي انتي مش كده؟ انا شفتك ودلوقتي حالا هنزل الصوره وكل الناس اللي متابعاكي هتعرف انتي مين. لا انتي بتسافري بره، ولا الهدوم دي هدومك، ولا انتي غنيه، ولا اي حاجه خالص. انتي قدرتي تخدعي كل الملايين اللي بيتابعوكي دي للدرجه دي؟ لازم كلهم دلوقتي حالا يعرفوا حقيقتك. هتبقى عامله ايه هيفاء بقى؟ عامله ايه؟ لا 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 ارجوكي ارجوكي عشان خاطري اوعي تعملي كده، عشان خاطري عشان خاطري. قلت لها طيب هفكر لحد بكره هشوف اذا كنت هنزل الصوره ولا لا. تفتكروا هيفاء في اليوم ده نامت؟ اكيد لا. جالها نوم؟ لا لا. عماله تتخيل، طب وبعدين؟ طب لو نزلت الصوره انا هعمل ايه؟ ازاي؟ طب وبعدين؟ تجي لها بقى رسائل في نفس الوقت، طب الفستان ده منين؟ انا اصل بابا مسافر بره. واحده تقول لها قولي لي اسم المحل عشان بابا يشتريه لي. مش عارفه ترد. طول الليل بتفكر في ايه؟ البنت. بنت الصوره، يعني الصوره بتاعتها البنت نزلت. تاني يوم الصبح يا اصحابي لقيت هيفاء رساله من البنت بتقول لها ايه؟ انا فكرت وهقول لك على الشرط اللي مش هيخليني انزل الصوره. قالت لها ايه؟ قولي بسرعه. قالت لها انا كل يوم هروح المحل هصور لك حاجات من المحل واخليك تجيبيها لي. يعني هيفاء في الحاله دي هيبقى اسمها ايه؟ حراميه. هتسرق. طب تفتكروا توافق على البنت ده قالته؟ اكيد لا. توافق؟ لا. اللي عملته البنت ده اسمه ايه يا اصحابي؟ حراميه. البنت اللي عملت كده لهيفاء وبعتت لها صورتها ده بنسميه ايه؟ بنسميه ابتزاز. بنسميه ايه؟ ابتزاز. الابتزاز ده زي ما قلت يعني حد يهددنا بحاجه ويبقى عارف ان احنا لازم هننفذ له طلبه لان احنا خايفين بالحاجه اللي هو بيهددنا بيها. مش هيفاء دلوقتي خايفه من البنت دي؟ ايوه. ان البنت دي هتكشف حقيقتها؟ اه. فالبنت دي خلاص اي حاجه هي هتطلبها منها هيفاء هتعمل ايه؟ هتنفذها. هتنفذها عشان الصوره ما تنزلش. بالظبط. قعدت هيفاء تفكر طب فعلا اعمل كده ولا ما اعملش؟ طب لو ما عملتش ما هي هتنزل الصوره، الوقت هتصرف ازاي؟ طب هعمل ايه؟ راحت المحل فعلا مامتها لسه هتروح. قالت لها ايه؟ لا 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 يا ماما انت لسه تعبانه، وشك باين عليه انك تعبانه، ارتاحي انا هروح بدالك. ليه بقى قالت لمامتها كده؟ عشان تجيب الفساتين، عشان تجيب الحاجه اللي البنت طلبتها. ايوه. مامتها صدقت يا حرام ان هيفاء خايفه عليها. قالت لها بجد هتروحي مكاني؟ قالت لها اه طبعا، انت تعبانه وانا شايفه كده ان الشغل كتير عليكي، سيبيني بس انا هروح النهارده وهعمل كل حاجه يطلبوها مني. راحت فعلا هيفاء وفتحت الموبايل وبصت على صور ايه بقى؟ صور الفساتين اللي البنت طلبتها. تبص وتاخد الفستان تمسكه وتحطه تاني، تمسكه متردده لانها عارفه اللي بتعمله ده، اللي بتعمله ده هيأذي مين على فكره؟ مين؟ هيأذيها هي. هيأذيها هي ولا هيأذي مامتها؟ هيأذي مامتها طبعا. مين اللي بيشتغل اصلا في المحل؟ مامتها. هي ولا مامتها؟ مامتها. يعني لو خدت الحاجات دي المحل هيتهم مين؟ مامتها. مامتها. بدأت تاخد الحاجة وتحطها في الشنط، والبنت قالت لها أول ما تطلعي من المحل هتلاقي عربية واقفة، حطي الكيس اللي فيه الهدوم تحت العربية وامشي. خدت يا ولاد الحاجة وحطيتها في الكيس، وهي خارجة بره المحل عارفين شافت صورة مين؟ تخيلها؟ صورتها. صورة مامتها. تخيلت مامتها في اللحظة دي لو اتهموها إن هي اللي أخدت الحاجات دي من المحل هتبقى عاملة إزاي مامتها؟ هتبقى وحشة قوي. راحت بسرعة رامية الكيس في الأرض، مطلعة الموبايل وكتبت أنا هيفاء، وحكت كل اللي حصل لها في اللحظة دي. كانت قوية جداً وحست إنه مهما حصل أي حاجة تحصل لها، بس المهم إن مامتها اللي بتشتغل وبتتعب عشان تجيب فلوس يقدروا يعيشوا بيها ما تتأذيش. واحدة من الناس اللي كانت متابعينها راحت عاملة صفحة اسمها إيه؟ سامحوا هيفاء، سامحوا هيفاء، هيفاء غلطت بس هي النهاردة بتعترف بغلطها. في الوقت نفسه الشرطة
خدت إجراء مع البنت اللي عملت التصرف ده وابتزتها، لأن ده لازم إحنا لو تعرضنا لحاجة زي كده ما نسكتش، لازم على طول ناخد موقف عشان اللي بيبتزنا ده ياخد جزاؤه، لأن ده تصرف غلط ولازم يتحاسب عليه. مش حلو خالص. هيفاء كتبت وقالت: أنا كانت أحلامي كبيرة قوي، أحلامي إن أنا يبقى عندي محل ملابس، أحلامي إن أنا أقدر ألبس الحاجات اللي أنا عايزاها. كمان من الحاجات اللي أنا عندي مهارة فيها إن أنا بعرف أوفق الألوان على بعضها، يعني تاخد بلوزة مثلاً توفق عليها مثلاً بنطلون. أنا هحاول إن أنا أنمي المهارة دي وأدرس، وبعد كده ممكن فعلاً أشتغل إن أنا المحلات الكبيرة تطلبني أنسق الملابس، يعني إيه أرتب الملابس، أقول ده يتلبس مع ده، ده يتلبس مع ده. على فكرة الشغل ده شغل مهم جداً، ودايماً يعني المحلات الكبيرة بتستعين بحد ينسق لها الملابس مع بعضها. فعلاً هيفاء استفادت من ده، إنها قالت أنا هدرس والأحلام اللي أنا حطيتها في صور على الفيسبوك هحققها في الحقيقة مش على الفيسبوك، بس لازم أتعب عشان أحققها ولازم أجتهد عشان أوصل لها، لكن اللي أنا عملته ده الحقيقة ولا حاجة. في لحظة بضغطة زر كل الصفحات دي تتلغي، صح؟ بضغطة ممكن أي صفحة نلغيها، لكن اللي إحنا بنعمله في الحقيقة ممكن يتلغي بسهولة؟ لا. زي اللي إحنا بنكتبه على الفيسبوك والكلام ده اللي ممكن بضغطة يتلغي؟ أكيد لا. طبعاً لا. هيفاء اتعلمت من الدرس ده إنها ما تخدعش الناس، وأهم حاجة ما تخدعش نفسها هي كمان، وتعيش الواقع وتعيش الحقيقة، والحلم تحققه في الحقيقة مش على صفحات الفيسبوك. أصدقائي أصحابي، دي كانت قصتنا النهاردة. هيفاء ملكة الأزياء اللي اتكلمنا فيها عن موضوع مهم جداً 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 بنشوفه، موضوع إزاي نتعامل مع صفحات الفيسبوك والإنستجرام، وإزاي نتغلب أو إزاي نواجه الابتزاز الإلكتروني لو لا قدر الله تعرضنا ليه. عجبتنا القصة؟ جداً. أتمنى أشوفه قصة جديدة وحكاية جديدة وحكايات ماما سماح. جينا بقى لأول لعبة معانا النهاردة على الترابيزة، وهنشوف بقى آيتن والأستاذ آدم هيعملوا إيه ومين هيوصل الكورة الأول للناحية التانية. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا نحط الكورة هو ونقول ريدي ستادي جو. الله يا دودو. آدم دخل، لا بالطبق. إيه ده؟ آدم دخل الكورة بتاعته في أول بلوك، وكمان بكل هدوء وتروي ورقة الأستاذة آيتن زي طبيعتها من أول رحلتنا بتهوي بالراحة جداً، دخلت في البلوك الثالث. آدم برضو دخل في البلوك الثالث. دلوقتي الكورتين في البلوك الثالث، هنشوف مين هيبقى بيدخلها الأول في البلوك الرابع. برافو يا آدم. آدم هيخرج ولا إيه؟ آدم هيكسب ولا إيه؟ شكل آدم هيكسب. آدم خرج برا خالص. حسب الحق هلحقها زي من هنا من هنا من هنا. يلا، لا من هنا، تعال من هنا. يلا، ها مين فيهم اللي هيكسب؟ آدم من غير إيدك ما تهزرش، هي دخلت هنا. يلا يلا، مين إحنا دخلنا فين؟ إحنا فين؟ إحنا فين؟ وريني. جرب تكنيكس تانية للتهوية، نجرب يمكن تنفع، نجرب حاجة تانية. ماشي آدم، إيه مركز جدا جدا جدا. مين يا ترى اللي هيكسب الأول؟ مين هيطلع الكرة الأول؟ مش ممكن آيتن، مرقة دي مش هتنفع مع الكرة بالشكل ده. أيوة أيوة يا آيتن. يلا يا دودو، قرب قوي. آدم وآيتم في نفس الحتة تقريبا، مين اللي هيطلعها الأول؟ ماشي، ها ها. الله الله الله، آدم ولا آيتم؟ مش ممكن، نفس الموضوع، نفس المشكلة، بيواجهوا نفس المشكلة، بيواجهوا آيتونا. إيه اللي كسبت الأول؟ وآدم خلاص كان على وشك إن هو يطلع، ولكن آيتن هي اللي وصلت الأول. برافو يا آدم، والله شطارة حلاوة تعامت على جنبي كده. تعالوا نكمل ألعاب الترابيزة ونشوف إخواتهم هيعملوا إيه. شطارة، برافو.
يلا على طول نخش على اللعبه اللي بعدها ونشوف بقى آسر وإيمي مين هيدخل اكبر عدد من الكور في الكوبايات اللي قدامهم. جاهزين؟ يلا بينا. ريدي ستادي جو. على طول بقى اللي مفيش اللي بعده. ايوه. ايه ده؟ إيمي دخلت كوره. ماشي يلا. ها ماشي يلا. يلا يا إيمي عادي بتحصل. إرمي بالراحه اكتر. ايوه برافو. وهنا برضو دخل لنا كوره. يلا برافو. كوره ثانيه انت استاذ ياسر. ارمي بالراحه يا إيمي زي ما كنتي بترمي في الاول. يلا برافو. ماشي تاني تاني ما حصلش حاجه. يلا يلا نجرب تاني. نفضل نجرب. ها برافو. ادي تاني كوره. جبت واحده. انت جبت واحده؟ ما خدتش بالي سوري. ماشي فاضل لك كوره وتطلع بره. اه جاب الكوره. طب يلا انت جربي واحده كمان مره كمان. ماشي خلاص كده يبقى اللي جاب الكور كلها الاستاذ السوري. بس برضه برافو جدا يا استاذ إيمي. ياه يلا نخش على اللي بعده. جينا بقى لتالت لعب على الترابيزه. واللعبه دي محتاجه دقه وتركيز وثبات انفعالي. هل انتوا عندكم دقه وتركيز وثبات انفعالي؟ شويه. شويه. وانتي؟ شوف ما بتتوتروا بقى في الامتحانات وكده؟ اه. انتي من الناس بتتوتر في الامتحانات وانت؟ بجد؟ انتوا متوترين لاي مدى؟ يعني مذاكرين كويس وبقى وبازين لما يجي الامتحان تبقوا مش قادرين بقى تمسكوا اعصابكم كده ولا بتعرفوا تتحكموا في اعصابكم؟ لا هي في حاجات سهله. حاجات سهله؟ زي ايه يعني؟ مواد يعني. يعني مواد بتتوتر ومواد ما بتتوترش. وانتي؟ لا انا في كله بس. كله؟ طب ايه اللي بيوترك؟ انك مش مذاكره كويس؟ لا امتحانات تيجي صعبه. امتحانات صعبه. مش انتي مذاكره كويس؟ اه. امتحانات تيجي صعبه ازاي؟ هما بيجيبوها صعبه بقى. بس انتي مذاكره كويس. اه. ما انتي لو ذاكرتي كويس هتبقي واثقه من نفسك وهتحسي الامتحان مش صعب. انا خايفه يعني احساس ان انا عندي امتحان بقى. اوكي طب انتي خايفه دلوقتي؟ يعني وانت خايف دلوقتي متوتر؟ كتير كتير. طب تعالوا نشوف بقى مين فيكم اللي هيوقع ويدلدق ميه الاول يا اساتذه. جاهزين؟ يلا ريدي ستيدي جو. يا سلام مش هنشد. ماشي يا سلام. والنبي ايه مركزين قوي قوي قوي. يا ترى يا هل ترى مين هيوقع المويه الاول؟ ما تركزش معاها. ركز في نفسك. ركز في ورقتك. ممكن تكسب عادي جدا وهي تخسر. ركز مع نفسك. بص على بتاعتك على كوبايتك. برافو برافو برافو. والله العظيم اداء مشرف منكم انتوا الاثنين. ماشي يا هاديه يا ركزه يا ركزه. نسيتي التوتر بتاع الامتحانات انت؟ ها ماشي. لا 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 ايوه ايوه. مش هتكسبني مش هتكسبني. وكسب يا جماعه كسب يا جماعه. والله العظيم برافو. مش مصدق وانت كسبت. دودو هو اللي كسب. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده على طول. يلا بينا اللي بعده. اخر لعبه معانا بقى على الترابيزه. هنشوف مين اللي هيبني الهرم الاول ويفكه الاول. الفريق الاصفر ولا الفريق الاحمر؟ وجاهزين؟ يلا بينا. ريدي ستادي جو. 5 4 3 2 1. بقول لكم على كلمه السر. ها ها بسرعه. ماشي برافو 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 برافو. يلا مش ممكن مش ممكن احطها صح. ايه ده؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. واحد اثنين. ها أيوة برافو برافو. يلا بقى أنا هعمل كده أكتر من كده. إيه لا لسه لسه أنتوا بتحملوا الهرم وبعدين توقفوا. يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. معلش عادي. يلا ها بسرعة. ماشي. اه بيقع. ها آه. آه. اعمل ايه طيب؟ يلا ها اخر واحده فين؟ لسه 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 لسه. يلا لازم تعملوا الهرم وتقفوا. يلا فين؟
اعمل ايه يلا يلا فاضل ايه؟ هاتي الكوبايه اللي هناك هاتي يلا علي بسرعه برافو مفيش واحده تاني فين الفلفل؟ هما ايه 5 4 3 2 1 يلا 5 خلصنا خلصتوا؟ لسه فاضل كوبايه فين؟ ايه اللي خلصتوا؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ اضحكوا عليا في كوبايه ناقصه في هنا كوبايات هتلاقوا كوبايه جوه كوبايه برضو ها هنا ها فاضل هنا ها فاضل هنا فاضل كوبايه في ايه دوروا على الكوبايات 1 2 3 4 5 اه عشان هنا ماشي 5 5 عندنا 6 انتوا ها ها خلاص استنى هنشوف مين هيلم الاول سيب ايدك سيب ايدك 1 2 3 يلا دي سهله بقى دي بقى سهله بقى مين هيلم الاول بقى دي سهله بقى دي بقى سهله بقى دي بقى الفريق الاحمر برضو هو اللي لمها الاول برافو والفريق الاصفر برضو لمها مش الاول بس برافو جدا 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 بكده نبقى خلصنا الالعاب بتاعتنا النهارده بس عندنا جزء تاني استنونا بكره في الجزء التاني من رحلتنا السعيده انبسطتوا النهارده انبسطتوا النهارده طب قولوا باي باي وايه ده قولوا باي بصوت عالي باي